وليد ترى بكرة خطيرة لكن فيها تغطية ومرور بعد ذلك الساول سهلة عند حارس المرمى. طارت كريم بنزيما كرة ثابتة أخرى لريال مدريد على تنفيذها توني كروس المتألق كوبلاك اللي يعتبر واحد من أبرز الحراس في كرة أوروبا حاليا. هذه فرصة متاحة عرضية راسية خطيرة وراموس رجل العاشرة يريد 11 رجل العاشرة يريد اللقب رقم 11 راموس لمدريد. راموس مدافع بمواصفات هجومية رجل العاشرة يريد 11 يريد ريال مدريد فوق الجميع يريد ريال مدريد يغرد لوحده خارج السرب يريد 11 لقب في دور الأبطال تجعل قريب عن نابع زيدان. يأتي لمين كارفاخال وكرة لكريستيانو رونالدو عرضية ولكنها سهلة عند أوبلاك فقد توازن كريستيانو وسقط بعد ذلك. دور الأبطال المرة الأولى في تاريخه راموس يتدخل لمسة بعد ذلك عند كازيميرو كازيميرو توني كروس توني كروس عدى بمهارة يحافظ على كرته توني كروس كارفاخال كرة تعود إلى بيب مارسيلو أمام التغطية والتدخل. مدريد اليوم ستحتفل باللقب رقم 11 أكثر مدينة فازت بلقب دوري الأبطال عشر داخل منطقة الجزاء والتغطية والتدخل وبعد ذلك الكرة إلى ركنية لمصلحة أتلتيكو مدريد تدخل كان في هذا السريع لمصلحة ريال مدريد على مساحة ومع كريم خطيرة لكريم بنزيما على جهة اليمين بنزيما ينتظر كريستيانو بنزيما واحد على واحد مر عرضية فرصة لكن أوبلاك الله 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 يا أوبلاك خطير جريزمان يلعب كورة لكنها سهلة لكريم نافاس ليست على نفاس كريستيانو كريم بنزيما لمسة إلى جارث بيل تدخل أمام مجاربي فيليب لويس جابي طويلة للأمام بدون تركيز سهلة بعد ذلك يعيدها كارفاخال إلى كيلور نافاس على مستوى جميع البطولات بالنسبة للنجم الفرنسي فيليب لويس على يسار خطيرة لروخي بلانكوس لويس ينتظر مساندة فيليب يعيدها للوراء جابي لمسة باتجاه جريزمان ونافاس تسلل على كيلور أو على جريزمان من ردة فعل شوفها من ردة فعل وشوفها من قبضة من نافاس وشوف هذا الكيلور مثل ما هو أوبلاك حالتكم على الوضع أن يتحسن في الدقائق القادمة عندهم الأمنية الكبيرة بأنه فريقهم يتعادل قبل نهاية الشوط الأول هذه لمسة باتجاه كوكيب جابي الوانتو ممتازة في وسط الملعب ودريت في الضغط يستعيدها بعد ذلك كازيميرو فيليب لويس جريزمان تسديدة لكنها سهلة عند كيلور نافاس لماذا يسد فوت في هذا النهائي كرة عرضية طويلة خطيرة لمصلحة أتلتيكو لكن راموس نفسه خلصها القائد نفسه بعدها لوكا مودريتش مودريتش يحافظ على كرته مودريتش كارفاخال وبعد ذلك الوينتو سليمة تعود بعد ذلك لمسة طويلة باتجاه كريستيانو رونالدو لكن جودين مصدر ثقة في الدفاع وأمان للاعبي دييغو سيميوني للاعبي أتلتيكو لجماهير الروخي بلانكو ثم غريزمان ثم البحث عن التاريخ عن فوز للتاريخ عن لقب للمرة الأولى في تاريخ هذا النادي أتلتيكو يحاول أن يتعادل قبل نهاية الشوط الأول فيليب لويس يبحث عن حلول تعود الكرة لجابي أو كوكي غيرها على اليمين خوان فران في الانتظار واحد على واحد أمام مارسيلو خوان فران محاولة مرور مارسيلو في التغطية تبقى الكرة لأتلتيكو يعود الوراء اللاعب لتسديد مرة أخرى ليس ضربة في العادة كرة تكون سم قاتل بمثابة سم قاتل خطيرة الثاني من أجل التعادل لجريزمان بيني لتوريس لكن أيضا ركلة جزاء ركلة جزاء على بيبي إنينو يحصل على ركلة جزاء تمريرة بينية قاتلة داخل منطقة جزاء ريال مدريد ويرتكب هفوة قاتلة أمام فرناندو توريس
فرصة من أجل عودة لانتصارات أتلتيكو مدريد أيضا وحاسما في دور الأبطال. الآن يحصل على ركلة جزاء، هذه لقطة مهمة لأتلتيكو من أجل عودة للمنافسة على لقب البطولة على الكأس. العودة ستكون من هنا مع انطلاقة الشوط الثاني من ركلة جزاء. غريزمان أمام كيلور اللي حافظ على نظافة شباكه في 10 مباريات في دور الأبطال، هذا رقم كبير. كيلور نافاس أمام غريزمان، فرصة للعودة يا أتلتيكو. غريزمان نافاس، غريزمان مات 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 من أتلتيكو. هل يعاقبهم بعد ذلك توني كروس؟ كرة ثابتة خطيرة لريال مدريد، تنفذ عرضية فرصة لكن الدفاع يتدخل. غريزمان بالخطأ لمارسيلو، غيرت اتجاه اللاعب بعيدة جدا عن وبالكاد بعدوها راموس وكذلك بيبي ثم روكريا. شوط ثاني هجومي واضح، كرة عرضية خطيرة ولكنها تمر من الجميع وفرصة. يا إلهي، خطيرة لمصلحة سافيتش لكنها ضاعت، ضاعت أخطر فرص أتلتيكو يريدها كمدرب. عرضية أخرى بعدها دفاع، وين كريستيانو في مثل هذه الأوقات؟ روكريا على تنفيذها، توني كروس نفذ كرة الهدف الأول. توني نفسه يحاول مع هذه الركنية، تلعب نحو القائم الأول، خطيرة بالرأس لكنها تمر من الجميع مع احتساب خطأ لمصلحة جارث بيل. حول كرة برأسه ولكنها لم تأتي من جانب النت من ويلز. ماذا تنادي يا دييغو؟ بماذا تنادي يا دييغو؟ ستساول هذه عدت كده إلى كوكي في مكان خطير. كوكي تسديدة صدمت في الدفاع، استعادها توني كروس، مرتدة لريال مدريد. أربعة من لاعبي مدريد، أربعة من مدافعي أتلتيكو، يستعيدها بنزيما على اليسار. بنزيما محاولة مرور، تحرك بجانب جارث بيل، كريستيانو على اليمين، انتظار لمسة لدانيلو، هجمة لريال. ميرينجي يحاول، النادي الملكي يريد هدفا يقضي فيه على أمال أتلتيكو، يستعيدها مرة أخرى. فرصة خطيرة لمصلحتي، كريستيانو مر أمام تغطية، تدخل الحكم لا يحتسب شيء. رونالدو كان يطالب بجانب بيل، كرة عرضية خطيرة، دفاع يتدخل والإبعاد بعد ذلك. مرتدة لمصلحتي أتلتيكو في الجهة اليسرى، بحث عن حلول غير موجودة. بيبي في التغطية أمام توريس، كاسيميرو يبعدها، مارسيلو، توني كروس، تحرك بجانب مارسيلو، توني عدى على اليسار، ينتظر مساندة أكبر، يكسب. تحتفل وتحتفي بعد ذلك بلاعبيها وبلقب أوروبا. هل هي ريال من أجل ريال؟ وحادي عشر من أتلتيكو. توني كروس يلعبها عرضية خطيرة تبعد من الدفاع، يحاول أن يصل كرة كريستيانو رونالدو. كريستيانو محاصر أكثر من لاعب عليه، يستعد رونالدو على اليمين، رونالدو عدى مر ويكسب خطأ في مكان خطير. نعم خطأ لمصلحة كريستيانو اللي بدأ أنه يعاني على المستوى الإصابة، غير جاهز بدني. من بينهم كريستيانو اللي يحصل على خطأ بعد تدخل دييغو جودين، وفرصة من أجل في غاية التعقيد. جارث بيل على تنفيذ خطأ في مكان خطير، نت بيل ويلزي، بيل يلعب كرة لكنها تصطدم في الجدار الدفاعي وبعد ذلك إلى ركنية بالقرب من جماهير ريال مدريد. اللون الأبيض الطاغي، النادي الملكي. محاولة أخرى من جانب توني، عرضية بالرأس لكنها تمر من الجميع. حكم اللي 20 دقيقة الأخيرة، كريستيانو محاولة مرور، مرة كريستيانو ولكن الدفاع تدخل. دييغو جودين خلص أمام صاروخي ماديرا. كريستيانو لمسة على اليمين ذكية لبنزيما، خطيرة لريال مدريد. بنزيما مع رونالدو، ضاعت من كريم، ضاعت. الكرة تحب قدم مودريتش، اللاعب اللي يعرف كيف يتعامل مع الكرة. شوف الانطلاقة السريعة من كريستيانو، اللاعب بيل عدى، بيل يمر ولكن أيضا لا زال محاصر. بيل يمر بمجهود رائع جدا، لمسة على اليسار، تصل الكرة لكريم. بنزيما تحرك هجومي واضح من جانب ريال مدريد، تغطية وعودة سريعة لجريزمان، انتشار هجومي واضح في اللقاء. بالنسبة لسيميوني اللي دائما له الدور الأكبر في إخراج ما لدى لاعبيه من قوة ومن أداء كبير. مرة أخرى كرة طويلة باتجاه خوان فران، بيل يتدخل، مارسيلو يبعدها. عدنا إلى مناطق ريال مدريد وإلى سيطرة لأتلتيكو بحثا عن التعادل. ريال يحافظ على هدف راموس، على هدف الحادي عشر، الحادي عشرة في الطريق لكنها لم تكتمل بعد. هل عند أتلتيكو فرصة لتعكير أجواء ريال؟ بعيد الكرة عن فيليب لويس، ولكن أيضا
الفرصة اليوم كانت مهمة بالنسبة لجريزمان في العودة، وإضاعت هنا اليوم ركلة جزاء أمام ريال مدريد وأمام الحارس كيلور نافاس. بلوكاس تمريرة لكريستيانو، ضاعت من صاروخ ماديرا. أوبلاك يتال ماسكيز بكرة، لكن العودة أجمل. الله يا جابي، الله يا جابي، ما هذه الروح العالية، ما هذا الفن في استخلاص الكرة. جابي دافع عن مرمى أتلتيكو بشكل رائع. جارث بيل على اليسار، جارث بيل لمارسيلو، مارسيلو لبيل، بيل يحاول، بيل يمر، بيل يبحث عن حل أمام أكثر من لاعب. بيل مر وكرة لوكاس إلى جارث بيل، خطيرة، مر. الله، ولكن الفرصة ضاعت. بدأ وكأنه غير جاهز 100% على المستوى البدني. عرضية أخرى خطيرة، ثواني من قولي أنها قد تكون علامة لعودة الروخي بلانكوس. اكتملت العلامة لأنه فعلها كراسكو، وعاد أتلتيكو وتعادلوا. عودة لأتلتيكو ولمسة أخرى ومحاولة لريال. الكرة ليسكو، البحث عن حلول، تمريرة فيها تغطية، تدخل. الحكم لا يشير إلى شيء، الحكم لا يشير إلى شيء، كأنهم يريدون أن يذيقوا ريال مدريد من مرارة نفس الكأس. إلى التعادل، وعدنا إلى وسط الملعب، وعدنا كما لو كنا في بداية المباراة. التعادل بعد سيطرة لأتلتيكو في أغلب فترات الشوط الثاني. ريال لعب شوط الثاني كان أقل، حتى كرات الخطيرة كانت من مرتدات ومجهود رائع من جارث بيل وتمريرة لمودريتش. ثم أتلتيكو أضاع ركلة جزاء وسيطر على شوط المباراة الثاني. كان عندهم الثقة في العودة، وعاد الآن كرة تعود لبساطي سافيتش. سافيتش لمسة إلى الأمام، جابي يبحث عن حلول. أتلتيكو مدريد يغير الكثير من الأمور في هذه الليلة كبيرة على مستوى الشامبيونز ليج. طويلة على جهة اليسار، البلجيكي اللي دخل كبديل وعمل الفارق بعد دخوله غريزمان. الوانتوب دانيلو في بعدها. أتلتيكو يهاجم، ريال يدافع، والكأس قريبة جدا من الفريقين. الهدف القادم يصعب تعويضه، الهدف القادم قد يكون هدف البطولة وهدف اللقب يا كازيميرو. كازيميرو لكريستيانو على اليسار، رونالدو تاهت منه وضاعت منه، تاهت منه وضاعت منه. وفي العادة كريستيانو لا يضيع، في العادة كريستيانو يكون حال حتى لو بقي نائم المباراة بأكملها، عنده القدرة على تغيير أشياء في لحظة فقط وبشكل بسيط، لأنه كريستيانو. كرة تبقى لمصلحة روخي بلانكوس. كوكي في وسط الملعب يعيدها بعد ذلك لدييغو جودين. كوكي بناء الهجمة، أتلتيكو في الهجوم، ريال في الدفاع. جماهير أتلتيكو تحفز لاعبيها متحمسة كما لو كانوا في الفيسنتي كالديرون. مزيد من العطاء من الهجوم. الكرة تعود لبساطة جابي. نهائي صعب ومثير، ويسمح لك أن تقدم أي توقع. حاسمة قادمة، عرضية أخرى خطيرة، لكنها مرت بمحاذاة القائم. يا لها من فرصة عالية، ويا لها من ليلة معقدة، يا لها من مجهودات كبيرة من الفريقين على مدار موسم كامل، ويا لها من لحظات غير عادية في المدرجات اختلطت فيها المشاعر بين فرح لوقت بين خيبة أمل في وقت آخر، بين حزن لبعض الأوقات عند الجماهير. هذا جارث بيل يعود من أجل إعادة ريال. الكرة لمصعد إسكو، إسكو في وسط الملعب. كازيميرو ترك الكرة، دانيلو يعيدها لوكا. ثغرات في دفاع الخصم، الكرة تبقى عند راموس. راموس يلعبها خطيرة لمصعد إسكو، تمريرة إسكو في فيليبي لويس. لمسة للأمام بعيدة عن الكل، أقرب لبيبي. بيبي ثم راموس. مارسيلو محاولة مرور عدد، يسيطر.
الريال في هذه الأثناء. ميرينجي يلقى الكثير من الدعم. جماهير كما لو كانت تريد أن توصل رسالة. أنتم تمثلون ريال مدريد. العبوا حتى آخر لحظة ونريد الحادي عشرة. الكرة لمارسيلو. مارسيلو عدى من الأول مرة من الثاني لجارث بيل. بيل عدى. بيل مر على اليسار وكرة. ركنية مدريدية. عليها الريال على تنفيذها لوكا مودريتش. مباراة كبيرة اليوم لك. موسم كبير للاثنين. ثم لوكا مودريتش على تنفيذ ركنية لريال مدريد. الصورة على راموس وننتظر هذه الفرصة المتاحة قبل 4 دقائق من نهاية المباراة. عرضية بالراس بعيدة عن الكل وفي الأخير ضربة مرمى. بعيدة عن الكل ضربة مرمى. حاول أن يستغل الكرات العرضية. خطير جدا لغريزمان. هدف ساهم في الوصول إلى هذا المكان. طويلة الكرة للأمام. يبعدها الدفاع ويساعدها جارث بيل. رأسية من بيل بعيدة عن الكل. أقرب لسافيتش. بناء الهجمة لفيليب لويس كاراسكو. طويلة الكرة يبعدها راموس يستعيدها بعد ذلك غريزمان. تغطية والتدخل حكم المباراة لا يحتسب شيء. كازيميرو مودريتش. كازيميرو يلعب كرة تصل عند لوكاس. باسكيز هجمة لمصعد ريال مدريد. الكرة بعد ذلك عند لوكا مودريتش. الروح عالية كبيرة هذه الليلة والبطل فيها سيكون محبوبا دائما عند المشجعين. لاعب اللي عنده القدرة على حسم الأمور لوكا مودريتش. الوانتو مع جارث بيل. لمسة على اليسار مارسيلو. مارسيلو يبقى يحاول على الكرة العرضية الخطيرة لكنها مرت. خطيرة جدا من جانب مارسيلو. عدت بين كريستيانو رونالدو. عدت. هل تنتهي بهذه الوضعية ونذهب؟ سبقه كاراسكو وأراد أن يعيد أتلتيكو لأجواء المباراة. كرة تصل عند غريزمان. خاطئة كرة غريزمان. إسكو يلعبها لمارسيلو. مارسيلو بينية ذكية لجارث بيل. كريستيانو يصل الكرة على اليسار. رونالدو يحاول أمام أكثر من لاعب بالكعب لكن التغطية لم تصل لبيل. أقرب لسافيتش. يبعدها الدفاع يساعدها راموس. سيرخيو أقرب للكرة. راموس يلعبها بعد ذلك عند بيبي. كازيميرو حسم في آخر لحظات تلك المباراة. هدف التعادل حولها إلى إضافيات وحسم الأمور ريال مدريد. الآن وصلنا إلى آخر دقيقتين على نهاية اللقاء. هل نذهب إلى أوقات إضافية وتمتد السهرة المدريدية في ميلانو أم يكون هنالك بطل في هذه الليلة؟ نجم يحسم مدريديا ملكيا ملكيا المرة هذا الموسم. الفريقين اللي كانوا يقاتلون على كل البطولات. الدوري استمر لم يحسم إلا في الجولة الأخيرة. كانت الفرصة موجودة لدى الفريقين حتى اللحظات الأخيرة. هذا الكرة نعم لمصعة أتلتيكو مدريد. نلعب في الوقت البديل. الوقت بدل الضائع من هذه المباراة. راموس سجل في الوقت البدل الضائع في 2014 في مرمى أتلتيكو مدريد وغير كل شيء بعد ذلك. بإرادة الله سبحانه وتعالى تغيير كل شيء. ولكن راموس طبعا سجل هدفا كان سببا في تلك المباراة. كرة خطيرة لمصعتي أتلتيكو. يبعدها الدفاع رونالدو. يلعبها لمصعتي إسكو. إسكو مرتدة تحرك بجانب بيبي. إسكو سريع لريال مدريد. يلعبها لبيبي أمام تغطية والتدخل. بيبي يحافظ على كرته فقدها ولا يملك الأدوار الهجومية. بيبي ساعدها كراسكو ويلعبها بعد ذلك لغريزمان. دور اللياقة البدنية. دور التحضير النفسي للاعبين. دور التركيز اللاعبي والتركيز العالي والخبرة الكبيرة عند نجوم الفريقين. أشياء مهمة. تفاصيل مهمة حاسمة في مباراة الليلة. تفاصيل مهمة عند دييغو سيميوني عند زين الدين زيدان. الاثنين عندهم الشخصية وعندهم الكاريزما. لكن هل نذهب إلى أوقات إضافية؟ سننتظر اللحظات القليلة المتبقية على نهاية هذه المباراة. من جانب فيليب لويس. طويلة داخل منطقة الجزاء بعيدة عن الكل وفي الأخير إلى ضربة مرمى. بعيدة وفي الأخير ضربة مرمى. لي يحاول أن يثر من تلك الخسارة في 2014 أمام ريال مدريد بالذات. طويلة الكرة من جانب جارث بيل. تغطية وتدخل. حكم المباراة يحتسب لجارث بيل. لوكا مودريتش
مودريتش على تنفيذ كرة ثابتة خطيرة للميرينجي في اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني. ريال مدريد عنده فرصة من كرة ثابتة، هل يكرر نفس السيناريو؟ طويلة لكن مودريتش، كرة سهلة عند المدافعين، اسكو يحاول وصول الكرة، بيبي بالراس، دفاع يتدخل، وبعد ذلك العودة لمودريتش، افتكها كراسكو، عدى بمهارة كراسكو، مرتدة سريعة، راموس، راموس يتدخل، إعاقة وخطأ، وإنذار على راموس، وإنذار على جابي، وهنا حكم المباراة يحتسب خطأ لأتلتيكو مدريد. راموس إنذار نعم، ولكنه أيضا سوء سلوك، وبالتالي أخرج له بطاقة صفراء، وعلى ذلك فإنه إنذار مجاني لجابي.